تكاد تكون خالية. هكذا بدت الشوارع في بغداد مع إعلان فرض حظر على التجوال باستثناء بعض المحتجين. المحتجون الذين تحدوا قرار الحظر واجهتهم القوات الأمنية كما حدث في اليومين الماضيين بالرصاص الحي. وعلى الرغم من التعامل الأمني الذي اتسم بالحدة حيال المتظاهرين العزل، لم يحل ذلك دون تأكيدهم على شرعية مطالبهم وسلمية حراكهم. يرى المتابع لحركة التظاهرات أن الشباب هم القوة الأبرز فيها، شباب لم تدفعهم أجندات أو جهات معينة للنزول إلى الشارع، هكذا يقولون، وهكذا تسير وتيرة الأحداث. فلم تتبنى أي جهة سياسية أو دينية هذا الحراك المنادي بالإصلاح. إحنا رغم الحظر الاستجوال طالعين نطالب بحقوقنا، تغيير النظام. سووا الحكومة الخيرة، اعتقلوا جماعتنا، سووا وياها أشياء، سووا ويا جماعتنا أشياء ما سووا ويا داعش، ضربونه وهانوهم وطلق حي يضربون. يتحدث المتظاهرون أنفسهم والناشطون عن إصرار يدفعهم للمضي في حراكهم، فالمطالب التي ينادون بها تشكل دافعاً للمطاولة. وهنا يدخل المتظاهرون والحكومة في المناورة على عامل الوقت، وهو ما قد يفسر استخدام القوة المفرطة ومن ثم حظر التجوال في مواجهة المتظاهرين في محاولة لثنيهم عن مواصلة الاحتجاج. يرى المتابع للأوضاع في العراق خلال السنوات الأخيرة إنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها العراقيون إلى الشارع للتعبير عن امتعاضهم من أداء الطبقة السياسية الحاكمة، ومع كل حركة احتجاج تبرز الحكومات عصاها الغليظة كما حدث في تظاهرات البصرة العام الماضي التي قتل عدد من المتظاهرين فيها بنيران قوات الأمن واغتيل ناشطون، فضلاً عن اعتقال المئات من المواطنين. قد لا يمكن لمتنبئ سياسي أن يقرأ ما ستؤول إليه الأوضاع في العراق، لكن المتابع للمشهد عن كثب هذه المرة يرى أن الفجوة بين الشعب وممثليه الحاكمين آخذة بالاتساع.